أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج القوس الأربعاء 15 سبتمبر أيلول 2021. كن أول من يتخذ المبادرة وستكون أول من يحصل على الاعتمادات، فقط كن حذرا قليلا حتى لا تجهد نفسك أو تضغط بشدة على بعض القضايا الأقل أهمية. لا تؤذي الآخرين من خلال طمس شيء لا يحبونه، قد يزعجونك من غير قصد أو دون أن يدركوا أنهم يفعلوا ذلك بالفعل. عاطفيا، اليوم مناسب بشكل خاص لقضاء الوقت مع والديك. إذا كنت مشغولا للغاية مؤخرا فهذا هو أفضل وقت للاتصال بهم وتنظيم زيارة مرتجلة، سيخفف هذا من إجهادك إلى حد كبير. اشرك شريكك في زيارة والديك أو أشقائك وشاهد وقتا عائليا دافئا يتطور. إذا كنت عازبا يمكنك مقابلة شخص مميز من خلال والديك اليوم. مهنيا، اليوم قد تضطر إلى مواجهة الأشخاص المكثفين في نهجهم ومطالبهم، لكن عليك أن تتحملها لتحقيق مكاسب مهنية ودعائية لشركتك، ومع ذلك بالنظر إلى هدوء ورابطة جشأك قد تتصل بك وكالة إعلانية ناجحة للعمل. إذا صارت الأمور على ما يرام فسيتم ترقيتك إلى منصب دبلوم أيضا. صحيا، هذا هو الوقت المناسب للتركيز على الروحانيات لجمع بعض الغراء لذاتك الداخلية، لذا خصص وقتا من في العصور على أشخاص ذو توجهات روحية. كنت مستاء من أحداث معينة في حياتك أو ربما كنت تعاني من السمنة لذلك تجد صعوبة في التركيز. توقعات برج القوس للرجل. تحتاج اليوم إلى التركيز على علاقاتك الاجتماعية وإصلاح علاقاتك مع الآخرين. تجاوز الأزمات والمشكلات التي تمر بها، وحاول أن ترفع عن نفسك إما بالخروج مع الأصدقاء أو برفقة العائلة. طاقتك الكبيرة تدفعك لتحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات. توقعات برج القوس للمرأة. عليك عمل حساب للمستقبل سواء من الناحية المالية أو الصحية. على كافة الأصعدة أبقي أعينك مفتوحة على كل ما يدور من حولك، ولا تعطي أهمية إذا سمعت أو وصلك بعض الكلام من بعض، فكل شخص لديه أسباب ودوافع، قد يتكلم بدافع الغيرة أو ما شابه. أنت في القمة وحاولي أن تبقي كذلك. صحيا، خذي قسطا من الراحة بعد الظهر وتمددي نحو الساعة لتريحي جسمك وتفكري. توقعات العلامة الأولى مواليد 22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر. سيتم إعادة بحث وتقييم آرائك وأعمالك بشكل من الأشكال، لذا إذا لم تكن الأمور تسير على ما يرام قد تميل إلى إرجاع السبب إلى خطأ صدر من الآخرين أو كنتيجة للظروف الحالية، من الأفضل الاحتياط والتحلي بالصبر، بالإضافة إلى ابتهاجك بالانتصار على هذه الأزمة الحساسة بدون عواقب، سوف تخرج منها بدروس. توقعات العلامة الثانية مواليد 2 ديسمبر إلى 11 ديسمبر. ستعم أجواء من الارتياب تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حاليا صعوبة في التخلي عن طريقة تفكيرك المعتادة بالرغم من العواقب السلبية التي قد تكون نابعة من الماضي. مع ذلك حاول أن تكون متفتح حوله حتى تتمكن من تعدي المصاعب والعراقيل بليونة وسهولة، وقد يتأثر جسمك إذا زاد الضغط عليه. توقعات العلامة الثالثة مواليد 12 ديسمبر إلى 21 ديسمبر. إن العراقيل التي تبنأت بقدومها منذ فترة تظهر تدريجيا وتتحول لواقع بات تفاديها مستحيلا. وجه تلك التحديات في أسرع وقت ممكن، حتى وإن كانت المهمة صعبة، كلما تأخرت في ذلك تراكمت العراقيل ووجب عليك مضاعفة المجهود لاجتيازها.